بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا. عايزين نتكلم عن الحضور المشرف للمرأة القنائية في الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة. وكالعادة المرأة القنائية بتتصدر المشهد كما كان يحدث في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة. المرأة بتدلي بصوتها بكثافة، وده طبعا مش من فراغ، ده نتيجة للتوعية فروع المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، مش فرع قنا بس. احنا طول الوقت بنوعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية. المرأة دلوقتي أصبحت على علم ودراية ومعرفة بأهمية دورها، هي عارفة أن صوتها أمانة، وهي عارفة أن صوتها لبلدها، وهي أصبحت على قدر من الوعي والمسؤولية أنها تختار من يمثلها أمام البرلمان. وبعدين إحنا في الانتخابات البرلمانية الحالية المرأة القنائية يعني حققت إنجاز عظيم. في عندنا 5 من النائبات المفروض بإذن الله حيكونوا في البرلمان من قنا، ودي سابقة لم تحدث من قبل. كان عندنا في الدورة البرلمانية السابقة هي رائد يعني نائبة واحدة فقط، دلوقتي أصبح عندنا 5 نائبات في قنا. طبعا ده مش من فراغ، طبعا ده من تحدي ومن شغل ومن فهم لكل الدور السياسي للمرأة المفروض ان هي تدلي بيه. 25% من مقاعد البرلمان بقت كل سيدة في قنا عارفة ان دي النسبة ليها وده حقها. فاحنا شايفين طبعا ده يعني تترجم في صورة هذا الإقبال الرائع للسيدات والفتيات القنائيات أمام كل اللجان الانتخابية، مش في هذه المدرسة فقط، في كل اللجان على مستوى كل المراكز. إحنا بنرصد حضور متميز للمرأة القنائية في الانتخابات. شكراً.